مدلل أنصار اتحاد العاصمة في سنوات السبعينيات، أحد صناع أفراح المنتخب الوطني وبطل من أبطال ملحمة خيخون التاريخية، قناص الأهداف جمال زيدان. من مواليد 28 أفريل 1955 بالجزائر العاصمة، عرف منذ نعومة أظافره بحبه وولعه الشديد للجزائر، فكان من بين البراعم الذين شاركوا في الثورة التحريرية. استهل مشواره الكروي مع اتحاد العاصمة في سن 12، وهو الفريق الذي كانت عائلة زيدان تناصره. شهرة جمال سبقته قبل أن تتم ترقيته إلى فئة الأكابر، فطريقة لعبه فرضت على مسيري اتحاد العاصمة ترقيته وعمره لا يتعدى 18. ورغم صغر سنه إلا أنه استطاع أن يفرض مكانة في الفريق. كان من الصعب جدا أن يضم لاعبا وهو لا يتجاوز 18 في منصب قلب هجوم. لعب جمال زيدان لأكابر اتحاد العاصمة 3 مواسم، سجل فيها 28 هدفا قبل أن ينتقل إلى فرنسا، أين خاض تجربة فاشلة مع نادي كورياي المنتمي إلى الدرجة الثالثة، ليحمل مرعب الحراس حقائبه وينتقل إلى الجارة بلجيكا موسم 76-77، حيث مكث مع النادي الهاوي إكلو موسمين، لينتقل عام 1979 إلى نادي كورتري المنتمي إلى الدرجة الأولى، وكان من بين أحسن سفراء الكرة الجزائرية في أوروبا، ليقرر الرحيل عن فريق الثلج بعد 4 مواسم، تاركا وراءه سجلا حافلا من الأهداف، ليلعب لنادي واترشاي. سجل له 17 هدف، 7 أهداف الموسم الأول عام 1984، و6 أهداف في الموسم الموالي، و4 في الموسم الثالث والأخير، لينتقل بعدها إلى نادي ساك الهاوي إلى غاية اعتزاله سنة 1990. لاعب من طينة الكبار، رجل يستحق 1000 وقفة ووقفة، ترك بصماته واضحة في الملاعب الجزائرية، وهو الذي حمل ألوان المنتخب الوطني ل7 سنوات حمل فيها على الرؤوس والأكتاف. فمن لا يتذكر رجل المباراة أمام نيجيريا في قسنطينة بهدفه الرائع والطبق الذي أهداه لماجير، والذي سمح للخضر بالذهاب لمونديال 1982. ومن لا يتذكر إسهامه في لقطة الهدف الأول أمام من لقبوه بالثعلب المكار في خيخون، ومن لا يتذكر صاروخيته أمام إيرلندا في المكسيك سنة 86. مسيرتك يا زيدان ستبقى راسخة في الأذهان، وستبقى مفخرة ومثالا لكل من يعشق المستديرة الجزائرية.